نفسي نتعلم بكاء مع الباكين، لما يكون عندنا واحد عنده شكوى ما نستقلش بشكوته، لأن شكوته حقيقية صادقة. مش معنى إنك أنت عديت على مرار من نوع آخر إن الشكوى دي يعني رخيصة، لا لا، تأكد إن اللي بيشكي والدموع في عينيه بيبص في عينيك، لأنك لو استقليت بدموعه أنت زودت وجعه، لأن هو محتاج اللي يبكي معاه، مش محتاج حل. هو يعني مش مخه عطلان عشان يشوف الحل، هو محتاج بكاء مع الباكين. البكاء بيعمل حاجة كده غريبة في الجرح النفسي، بيعمل سودينج افكت. عارف لما تحط زيت، اللي هي بداية المراهم والكريمات، كانت زمان زيوت زي بتاعت السمير الصالح اللي حط زيت على الجرح، بيخدر. يمكن ما بيعالجش المشكلة، بس الوجع النقح الجامد ده بيتخدر بدمعة العين. فده تأثير غريب وعجيب، لأنه بيطلع من قلب فيه حب، وطبعا ربنا هو مصدر كل حب صادق. إزاي الواحد يبكي؟ عشان تبكي صح من النوع الخدمة المطلوبة دي، ابكي وانت بتسمع. يعني ايه؟ استمع استماع جيد وتفاعل. استماع الصادق يقول استماع بالكيان كله، عينيك وودانك وقلبك واللي معاك بيحكي، حاسس انك انت دخلت قلبه. ده بيعمل تأثير رائع جدا. فالاستماع الجيد بداية الوصول لبكاء مع الباكين، ودي في حد ذاتها خدمة، وخدمة مهمة أوي. كمان مع الاستماع بلاش العقلانية الزيادة، ممكن نحاول نهون على اللي قدامنا بتحليلات عقلية فيتغاظ أكتر، تتسد نفسه يقفل. أنت هتدافع عن نفسك؟ مين قال إن أنا جاي أتهمك؟ هو أنت هتدافع عن غيرك؟ طب أنا صعبان عليا لكن بحبهم، أنت مش فاهمني خالص، أنت دماغك بتتكلم، أنا عاوز كنت قلبك. أنا كان نفسي حد بالبلدي يعني ياخدني في حضنه، أبكي في حضنه، مش دماغ كمبيوتر أحط مشكلتي يطلع لي حل. أنا مش عاوز كمبيوتر، ما أنا عندي كمبيوتر. ففكرة الحب التعاطفي الحقيقي ده، طبعا الحضن ده لازم يبقى نقي، ولازم يبقى من شخص صادق في محبته، أب وأم بجد يعني. لكن هو ده اللي بيوصل السلام، وهو ده اللي يدخل كل مجتمع الكنيسة في وحدانية حقيقية. الأمور المستفزة جداً انك يكون شخص متألم تحطه في مقارنة مع حد، لانه ينفع تقول واحدة فقدت ابنها عادي، ما في ناس كتيرة، انت بتعمل ايه؟ هي مش شايفة في الدنيا خلاص غير ابنها، فما فيش مجال خالص انك تحطها في مقارنة مع حد. هو الوجع اللي جواها ده لا يفسر ولا يقارن بأي وجع، فما فيش مجال انك تصبرها لمجرد انك تحطها في مقارنات. ده اسلوب ممكن يوجع اكتر ما يريح، الا لو كنت انت اللي بتعزي، دقت ده وانت بتسمع كوباية المية ممكن تفرق في لحظات الوجع ده. الصلاة المشتركة، احيانا في شخص من وجعه يبقى مش قادر يصلي، لو واحد قال له تحب نصلي، ما هو الصلاة المشتركة زي الدموع المشتركة، لأنه بنقول يا رب ملناش غيرك، فأنت ايه تعامل مع الوجع، لأنه في وجع مشترك بس ايه مختلف في شكله أو في جوهره. ما تستخفش بأي معاناة، لأنه معاناة اللي قدامك في حياته الشخصية هي أكبر معاناة، حتى لو كانت بالنسبة لك مختلفة خالص في الدرجة. ما تستخفش بأي معاناة، لأنه معاناة اللي قدامك في حياته الشخصية هي أكبر معاناة، حتى لو كانت بالنسبة لك مختلفة خالص في الدرجة. ودي غلطة أصحاب أيوب اللي عاوزين يقولوا له إيه؟ يعني عيالك أشرار دفعوا ثمن شرهم، مالك مكبر مكبر الموضوع إزاي؟ ده أنتوا بوظتوا الدنيا. كمان عيالي اللي ماتوا طلعوا أشرار. يعني ايه ده المنطق المؤذي اللي اتكلموا بيه ده؟ لكن لما كانوا بيبكوا كانوا مريحين. ارجوكوا كمان وانت بتبكي مع الباكي ما توعدش باللي ما تقدرش تعمله،
لأنه أحيانا تعاطفا نبقى عاوزين نقول كلام ما نقدرش. خلي بالكو المجروح قوي برضو بيتعلق، فهيتعلق بوعد والوعد يطلع في شنك، انت بتوجعه تاني. حاسب، كلم بحساب، قول وعود ربنا، ربنا قد وعوده، بس انا مش قد وعودي. فما توعدش بدورك لو سمحت، دورك ضعيف، لكن دور ربنا مش ضعيف، فربنا بيعرف يوعد وما بيخلفش. فلو قلت له ربنا يعزيك، ربنا هيقف معاك، ربنا هيسندك، ربنا مش هيسيبك، ربنا هيهون عليك، بدل حطيت ربنا في جملة مفيدة ماشي، لكن أنا مش هسيبك وبعدين تسيبه بعد يومين ثلاثة، يعني بتدوس على الجرح بقى، وبعدين تخليه يشك في كل الناس اللي قالوا له إيه مش هسيبك، ما كنتش قدها الحتة دي. التشجيع والحب الحقيقي النقي والصلاة والتواجد والبكاء دي أدواتنا في إن احنا نسند المجربين، وده مجال الوحدانية الحقيقية، إن احنا نقرب من الناس. القديس بولس يقول كلمة جميلة قوي، افتكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين في الجسد كأنكم أنتم أيضا، يعني اذكروهم كأنه اللي هم فيه أنتوا فيه بالظبط. لما الشخص بيحس انك حطيت نفسك مطرحه بجد، ساعتها قلبه بيهدى.